اصحاب انا راه موسوع، راه ما كنتقادش في اي موضوع نتكلم معاك، والكلمه اللي قلتها ما تعاودش. الكلمه اللي كتقولها ما كنعاودهاش. هاد الناس ديال الاقامات ديال 25 مليون ضحكتوا عليهم كما بغيتوا، سبحانك يا جليل. وهادشي علاش ما يربح لا الحداد لا صوت عليه، ما يربح لا الحداد ولا اللي صوت عليه، ما يربح لا الساكن ولا حتى اللي باع السكن. هذا في الاسكان. هل من سؤال اخر اخي؟ انا راه موسوعه في اي سؤال نجوك. حسن، نعم. ربما تحدثنا على غلاء الاسعار. نعم. ربما نعم. كيف تدخل الدجاج ولا اللحم للمنزل ديالك؟ الدجاج 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 واللحم، والله ما وركوا على البطونه ديال الناقيس، راه داك الفقير، والله ما وركوا على البطونه ديال الناقيس. لا تعشى الفقير في هذه البلاد. انا غنشرح اكثر. والله ما بعدتم لهاد السياسه ديال الغلاء. غتجوعوا الشعب بصح الناس. والله حتى غتجوعوا الشعب، غتجوعوا الشعب، واخا تجوعوا الشعب، دائما الشعب تحت ظل جلالة الملك. دائما أقولها وأكررها، دائما واخا تجوعوا الشعب، واخا تقهروا الشعب، الشعب عنده واحد القوة في الداخل ديالو ما تقدروش توصلوا لها، بعيدة على الماكلة والشراب، وبعيدة على الإسكان، وبعيدة على الطب. وبعيد عن التعليم، شي حاجه لداخل بما تسمى، ربما قد نسميها بروح المواطنه. ما يكونش عندنا ازمه الغلاء وازمه تزاب التعليم، الله يجيب الله يحفظ التعليم، الله يحفظ الله يجيب، والسبيطارات الله يستر الله يحفظ. كي جليل لا كارت ناسيونال ديال القسم. اما 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 التيك توك، التيك توك الا ما يديرش بلاصتو في القسم عرف نمشي الركوي. التيك توك غادي يدير بلاصتو في القسم، وانا غنشرح لك بدون ان تسولني. لان هذوك الناس بداو بالتيك توك، والتيك توك خرجنا الخبايا، خرجنا المرض اللي فينا، خرجنا القيع اللي فينا، وخرج فينا بكل صراحه، خرج منا العيب اللي فينا، خاصه دوك الناس اللي كيمشيو للتيك توك وكبيس كبيس. تفضل. كيفاش كتشوف الظاهره ديال التيك توك الاغلبيه ديال الناس والناس؟ الظاهره ديال التيك توك. اوكي اوكي اوكي. نعم نعم نعم. التيك توك التيك توك التيك توك التيك توك ما هو الا عباره عن طلبه، عباره عن جقره. كيفاش؟ هو طلبه. كبيسو كبيسو ماذا تعني؟ واش كبيسو بحال سبيحو؟ ماشي بحال. هذه كبيسو. بغينا نعرفوا علاش كبيسو. شي موضوع زوين ونستافدوا منه. سبحانك يا جليل، بعد ما ولات الملابس الداخليه هي الخارجيه، ونكبسوا اخويا نكبسوا، لا حول ولا قوه الا بالله. بعد ما ولات الملابس الداخليه هي الخارجيه، وكاين الله يسمح لينا في البحر عدوا الملابس الداخليه عادي، يطلع من البحر ممنوع. كانت تعري في البحر، هذا موضوع اخر الله يحفظ، مواضيع كثيره. كنت تعري في البحر وتعري في الحانوت، سبحانك يا جليل. كنت تعري في البحر كيف قال جوج، وتا حد من حضره جوج في الشارع ربح الفعل. اش الفرق بين هذه وهذه؟ نرجعوا للموضوع ديالنا، باش ما نخرجوش على الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو شي ديال شي ديال قلتي ديال الغلاء، وشي ديال انتقل معكم للرقات. إذا جات على خاطرك الرقات، شنو بالك في هذا الرقات؟ الرقات تحية الرقات. لا الله عارف الأغلبية، الأغلبية الأغلبية يوما عموش، وكاين الزوين وكاين الخيب، عارف أنا مدرسة، أنا مدرسة، أنا مدرسة، عاد عارفهم كامل. يا أيها الرقات العاصم، قولي الرقات، ما دخلش لكم هذاك، ما دخلتوش واحد القالب جديد ديال الاختطاف؟ هذا كندوي مع الرقات، أنت ارتاح. واحد القالب جديد ما دخلتوش ديال الاختطاف؟ شنو هو الاختطاف؟ كيجيكم الضحيه مسكين، الضحيه العام، ضحيه كيتكلم عليه بوحدو، هذاك بوحدو كيجي يحكم الضحيه، ما بقيتوش كتقراو على الضحيه، وليت كتقرا على واحد الصديق ديالك حداك، هو اللي كينطق، هو اللي كيدوي، هو اللي كيدوي كيقول اي حاجه في الجن لذاك السيد. سبحانك يا جليل. سيدنا سليمان عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى: آتي لملكا لا ينبغي من بعدي احد. وتما كتقولوا كنشوفوا الجن، وشوفوا العفاريت، وشوفوا الجن العاشق والغير العاشق، لعنة الله وعليكم. علاش النصارى ما عندهمش العاشق؟ علاش 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 النصارى ولاد عيسى عليه السلام ما عندهمش العاشق، وما عندهمش الروقات؟ راه هذاك الجنس راه فايتنا بزاف، فايتنا بخطوه خطوه ونص، وهذا لقاء كبير، وانا بحر باذن الله سبحانه وتعالى. قالبكم سهله، والله تقالبكم سهله، كنقولها بكل صراحه بكل وضوح، بلا ما ندخل الموضوع ديالكم راه نفرشكم،
انك نتوما كت اخر هذاك وتا موضوع اخر وما قادناش عليه الوقت هذاك بوحدو قروقات الله يحفظ. كنعرفوا بلي ان رفع الاثقال رياضه ورفع الاسعار سياسه. رفع الاثقال رياضه ورفع الاسعار سياسه. هاد الاسعار المرتفعه وهاد الكارثه سبحان الله العظيم اللي خلات الكبير والصغير شنو نقول لك كلنا ولينا كنعرفوا الثمن ديال البطاطا وديال الدجاج وديال الحوت. كلنا ولينا خداره وكلنا ولينا كنبيعوا شي الحوت كامل والناس كامل كتعرف الثمن وسبحان الله العظيم. والناس شوف حالك يا جليل يا ربي عظيم. التيار وهاد القنبله الموقوته باش ضربتونا بها ناجحه 100%. علاش؟ لان الناس وصلت المعرفين وصلت العلم وصلت الثقافه وصلت الرقميات وصلت الدرهم الرقمي وصلت. حنا باقيين مضاربين مع مهضيشة والدجاج والبصله. سبحانك يا جليل. امتى هاد القنبله غادي تفش؟ انا عارفه قنبله موقوته وكنعرف لان كل شيء له سبب. لان هذا الغلاء له سبب كيف قالت الحكومه المقاره حكومه البرد. سبحانك يا جليل. وعدنا الشخيط السماء وكدرقوا بالجفاف. سبحانك يا جليل. انا ما غنتوغلش بزاف غادي على شويه غادي نخرج في حالات. هذا الغلاء اش غادي نقول لك فيه الاساس ديالو هو اننا بعدنا الله لواحد القهار. ودابا حاليا كاين الشتاء في المغرب والله سبحانه وتعالى كيقول لك لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. خاصنا نحمد الله ونشكره والله سبحانه وتعالى هو مول الرويني ولله المثل الاعلى. هو مول الرويني يقدر يعطيك فيضان وغدا دقيقه ولا جوج دقائق ديال الحراره قاسحه وما تبقاش نقطه فوق الارض. ويمكرون والله خير الماكرين. خاصنا نرجعوا للدين ديالنا وخاصنا المسؤولين ديالنا يراعيوا واحد شويه. نعود هذيك بوحدها الدخول المدرسة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عندي وليدات عندي تقريبا السكارة اللي وصلت 90 درهم وعندي أربعة الدفاتير مخشيين في السكارة. وعندنا شي دروس كاينين في ذوك الدفاتير الله يحفظ مع الله يستر. وكلامي راه الفهامة. شي دروس شي اتجاه. نعم. بلا ما نفسر لك. الله يحفظ مع الله يستر. غير الشكاره وما دارت. نرجعوا للاسعار. الاسعار سبحانك يا جليل. اش من نهار غادي يعفو عليهم الله وغيوركوا على البوطنه ديال الناقص. ما يبقاوش يوركوا لنا على البوطنه ديال الزائد. انا كاين غير زائد سبحانك يا جليل. والمخير فيكم ما كيعرفش بوطنه ديال القف واستقف. علاش؟ لان كل اي واحد واي مسؤول واي درسه واي 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 كيحطه في الكرسي ديالو كيبغى كرسي اخر. وقال لك البحر كان كيقنع ما يقنعش بالوادي. الوادي كيكون فيه الوادي كيكون في البحر لان البحر ما كيقنعش بحال واحد. الناس مسؤولين. نرجعوا لغلاء الاسعار. غلاء الاسعار كنقولوا مثلا الحوت غالي. علاش الحوت غالي؟ ربما احنا منطقه عندنا. نعم عندنا جوج بحور وزيد ديك اغنيه كنغنيوها دائما هذيك. على ايام علاش الحوت غالي؟ الحوت غالي لان العلف ديالو غالي. كيف عندنا نهار عيد كبير درقنا بالعلف تقريبا. العلف ديالو ان هذا كلام فكاهي. لان سمعتيني لان الحولي نهار كلت الحولي العلف وحتى الحوت هو فيه العلف. العلف باختصار هما دوك السياسات التصديريه. انا نقولها بشويه راك في نفس السياسات التصديريه التي تصدر عبر الخارج. وزيد قدام نفراني ونديروا الفران. غادي نرجعوا اسيدي من الاسباب الاخرى التي تجعل تجعل الغلاء في المغرب. لان شنقول لك هربنا من الدين بزاف. ما بقيناش كنديروا الخير مع بعضياتنا. ما بقاش الرحمه. ما بقاش العفو ما بين بنادم. ما بقاش لا اله الا محمد رسول الله. ولا الصغير ما يحترم الكبير والكبير ما يحترم الصغير. ولات الماسونيه لعبه دور كبير. سبحانك يا جليل. ولات بحال شي اغنيه. الكبير ما يحترم الصغير والصغير ما يحترم الكبير والماسونيه لعبه دور كبير. هل من سؤال اخر اخي؟ انا راه موسوعه في اي سؤال. سولتيني جوك بدلنا هذه الاسطوانه
الله يرحم الوالدين، تشرب على بلا دير لهم القصاره دير لهم الشيخات، طيب مش فلوس، طيب مش فلوس، دير لهم القصاره دير لهم اللحم. باي باي عليكم، حتى شي موضوع اخر. ربما نختم معك بحد. نعم نعم نعم، انا كما شو نقول لك نختم معك الحوارات. نعم، وشكرا للانبي، شكرا للانبي، شكرا للانبي، كنحترموها كثير انبي، ربما نختم معك طاقم كامل وانا كنشرفهم. بارك الله عليك. هو كيفاش شفتي التصريح ديال وزير العدل الوهبي؟ هذاك التصريح ديال وزير العدل الوهبي لم نعم المرأة اللي عند اللي خدامه اللي عند. شكرا في هذا الموضوع، حفظته شفته في اليوتيوب. شو السي وهبي، مع كامل احترام ليك والمغاربة كاملين، كنعرفوا بلي الزواج، الزواج راه ماشي مادة، هذه أولا اللي كيتكلم بلغة المادة ما عندوش زواج. ثاني حاجة بلي أن السي وهبي المحترم قلتي بلي أن المرأة إلا عندها الراتب أكثر من الرجل هي تصرف، هذه نصف نصف صحيح، نصف صحيح نصف صحيح ونصف نصف غير صحيح، نصف صحيح نصف صحيح ونصف غير صحيح. لان بالنسبه للمعيشه اذا كانت هي تصرف واحد شويه كيف قلت انت السيد وهبي المحترم، ما كاين باس وتعاونوا، لان الزواج فيه تعاونوا ياك. واش غادي نقول لك، الفكره هذه نصفها صحيح ونصفها غير صحيح، لان في واحد في واحد النقطه مثلا واحد المراه تلقاها هي كتصرف، تلقاها هي لاعبه العشره وهي مهبطه الراس، لان المال المال خطير، المال 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 واعر، المال كيحكم، المال هو اللي كيغير الداخل ديال البشر. واخا تكون هي شوف 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 شوف، الى وضعنا سؤال من سيحكم، هل للرجل ام للمراه؟ هذا زوين، عندنا رجل مجوج وزوجان رجل ومراه، ياك شكون فيهم اللي غادي يحكم؟ ما غايحكم سيدي حتى شي واحد، الزمان هو اللي غادي يحكم، يعني الدرهم هي اللي غادي تحكم، الدرهم وشويه العاطفه وشويه المحبه وشويه بلا ما نزيدوا شويه قدام بحال ما هكا. والزواج راه ماشي لعبه، راه ماشي بوطونه غتورك على بوها تقول لك اوكي. الزواج مثلا اللي راه بغيت نشرح شنو هو الزواج، الزواج بحال هو واحد غنزرب به الساعه، الزواج بحال هو واحد بحال بحال واحد بحال قصريه ديال الكسكسو، قصريه ديال الكسكسو فيها لفته فيها خيزوه فيها شحمه وكان فيها واحد الفلفله حاره، الفلفله حاره اللي حطيتها في الحلقوم هذيك تقطعها، وبهذيك الفلفله حاره كناكلو داك الكسكسو كامل، وبهذوك المشاكل وبهذوك الغضبه وزيد 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 باش كندوزو باش كندوزو. وكنتمنى شي روبورتاج اخر اكثر منه. انا باش نطول عليك انا ويوم مشاهد كريم.